من المقرر أن يفصل المهاجم الدولي الجزائري للنادي الإفريقي التونسي عبد المؤمن جابو هذا الأسبوع في وجهته المستقبلية بعد أن تلقى عرضين من نادي ليل الفرنسي وطرابزون سبور التركي، وذلك حسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية تونسية يوم السبت. كما أكدت التقارير نفسها أن الدولي الجزائري متردد في اختيار أحد الفريقين مع الإبقاء على تمديد عقده مع النادي الإفريقي قائما، خاصة بعد التدعيم النوعي الذي قامت به إدارة نادي باب الجديد للتنافس على لقب البطولة في الدوري التونسي. وبعد مشواره المميز مع الخضر خلال مونديال البرازيل، أبدى جابو رغبته في تغيير الأجواء مفضلا للانتقال إلى بطولة أوروبية. وكان جابو في آخر تصريح له ليومية الهداف قد نفى أن يكون محل اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا.